اليوم نحن سعيدين بإطلاق هاي المبادرة بالشراكة مع الهيئة، واليوم إطلاق مبادرة الأسواق البديلة. إيزاد يعتبر جزء من الأسواق البديلة ككل، واليوم بعد في نفس الوقت نحن أطلقنا مبادرة السلام المنتجات بالنسبة للتمور من أصحاب البيوت، تمور مميزة والشركات والمصنعين في الإمارات. بالنسبة اليوم لإيزاد، إيزاد تعتبر منصة ذات أبعاد استراتيجية نحن ننظر لها، تعتبر جزء من الأسواق البديلة مرة ثانية، واليوم عندنا 1000 تاجر مسجل في هذه في إيزاد، وعندنا أكثر من 400 مزارع سجلوا مزرعة سجلت في إيزاد. من أول إطلاقنا إطلاق المبدئي لهذه المنصة بعنا عن طريقها أكثر من 120 طن بالنسبة للمنتج الزراعة، لكن اليوم هو إيزاد منصة رئيسية. اليوم كيف نسوق هذه التمور المحلية اليوم سواء في المنطقة أو الخليج أو حول العالم، لأن اليوم أغذية اليوم منتجاتها تصدر لأكثر من 45 دولة حول العالم، وجدا نحن فخورين، وبيكون هذا شريك استراتيجي بالنسبة لإيزاد مع المزارعين لدعمهم وإيجاد فرص يعني لهم بديلة للأسقف المحددة والمدعومة للمستقبل. ونحن جاهزين في الخدمة وجاهزين، وللتواصل أكثر يمكن تواصلون مع 800-351. بالنسبة للتسجيل في إيزاد جدا سهل، وتقدر تسجل في خلال أقل من دقيقة أو 30 ثانية. ودائما أذكروا أن نحن هذه منصة إيزاد تعتبر جزء من الأسواق البديلة، ونحن شركاء استراتيجيين مع أصحاب المزارع في الدولة. اليوم من هذه المبادرة عدة قنوات تخدم المزارعين بحيث يسوقوا تمورهم التي خارج السقف، منها مزادات على أرض الواقع، وكذلك منصة إيزاد، والشراء من المزارع الخاصة والمنازل اللي تتمتع بأصناف جيدة وبكميات ممتازة. هذه القنوات كلها تخدم المزارعين الذين يستهدفون أن يسوقوا أجود أنواع التمور لديهم، والتي تكون فائضة عن سقف الإنتاج سواء كانت في المزارع أو في منازلهم. We're very excited about this announcement today. The support and this partnership with ADAFSA is going to provide an additional boost for the ISA business. We had a really good start. We're building momentum. We already have more than 1,300 buyers in the platform. And adding in the soft launch, we were able to finish 105 auctions covering 120 tons. This is the platform that you should be seeking. It's open for you.